واحد المملحات ساهلين سواء كان العجين او الحشو، فهم كيوجدوا يعني على السريع فريمون كيجيو خفاف وفي نفس الوقت لذات. عندنا هنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، تقريبا واحد جوج كيسان ونص. عندنا هنا واحد جوج معالق كبار ديال الحليب بودرة او الحليب جاف. عندنا معلقه هكا صغيره ديال الملح، طبعا هادو اخر لحظه عاد قررت اني نصورهم لكم. وهنا عندنا معلقه صغيره ديال السكر، وعندنا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه باش نخمروا هاد العجين، غير واحد شويه يعني ما نحتاجوش يكون عندنا خميره بزاف، طبعا كتبقى على حسب الجو. وهنا عندي غنضيف واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، ممكن تستعملوا الزيت العاديه، مع اني صراحه كنفضل زيت الزيتون احسن كيبقى صحي. فوالا ناخذ جوج معلقات وطبعا عندنا الماء يكون دافي غير واحد شويه باش غادي نجمعوا به العجين. طبعا العجين ممكن انكم تجمعوه غير بيديكم، سهل جدا ما فيهش خدمه وما كيحتاج بزاف الدقيق. غندير انا غير هنا شويه على فين حطيت الخميره والسكر، فوالا غنعجنهم ونخليه يرتاح وندوز لكم الحشوه اللي غنديروا غتكون سريعه حتى هي. طبعا هنا كنبدا كل ما تدريجيا حتى كيتجمع لنا العجين، من بعد كنخليه يتذكر واحد شوي. هنا كيف كتشوفوا فهذا هو شكل العجين بعد ما كيتسلك، دونك دابا غنديروه في الفيلم اليمونتير ونخليه يرتاح واحد شويه. بالله نوريكم شنو غنديروه في الحشو وكيفاش ممكن انكم ديروا حشو سريع. انا دابا هنا بعد ما كنخليو العجين يرتاح عندنا غير واحد شويه، يعني ما كنخليوش بزاف حتى يخمر. تمام كنبدا ناخذوه، انا هنا رشيت شويه الدقيق وغنجي غندلقها بالمدلك بشكل دائري بحال عجين البيتزا. طبعا نحاول اننا نرقوها شويه لان في الخميره فهي راح تنتفخ معنا واحد شويه فاش تدخل الفران. الوغ هنا كيف كتشوفوا معايا بعد ما سرحنا العجين بهذا الشكل هذا، كيف كتشوفوا السمك ديالو فهو ماشي رقيق بزاف، ماشي غير متين، كنجيو دابا كنقطعوها بهذا الشكل هذا، بحال كيف ما كنقطعو يعني بس كيف ما كنقطعو البيتزا بهذا الشكل هذا. هذا الشكل، وكنجيو هنا كنبداو ناخدو قطعة بقطعة كما تشوفوا معايا، كنديرو في هادي فوالا، كنجيو باش كنديرو ليها واحد يعني واحد الزويبقات، كنجيو حتى النص كنعاودو نديرو واحدة أخرى هكا واحدة أخرى هكا، نفس الطريقة غنديرو معاهم كاملين بحال هكا واحد الفتيحات باش تعطينا واحد الشكل منين نشكلوها ونديرو الحشو. كنعاودو بالطريقة هادي كنديرو ثلاثة الخطيطات. فوالا كيف كتشوفو معايا دابا عندي هنايا غنجي ناخد الحشو. ألوغ هنا كيف كتشوفو عندي مركز طماطم، غنضيف له واحد القليل من صلصة صوص باربيكيو ولا أي صلصة كتبغيو، يعني ممكن تضيفو أي صوص ممكن حار، غنضيف كاتشب حتى هو غير باش ممكن ديرو صلصة طماطم العادية، مع أنا في الصراحة فضلت لأن كيما قلت لكم فهادو سريعين يعني كيوجدو في وقت قصير. فوالا ممكن تضيفوا زعتر ممكن اي حاجه، انا غندير اونصام شويه الحار. طبعا كيبقى اختياري انا كيعجبني الحار. الوغ دابا غنجي غناخد العجين اللي صوبنا نحطوه هكا. هنا كنجي كناخد هاد الصوص اللي درنا، طبعا هاد الصوص هادي كتخلي ان العجين كيجي ما ناشفش كتعطي واحد الطراوه. غنوريكم حشوات مختلفين وكل واحد يدير طبعا اللي كتناسبو. هنا عندي
اصابع كفتة طبعا كنجي وكنحطو هكا. وهنا عندي شرائح ديال الفلفل احمر او الاخضر، اي واحد يدير اللي بغا. فوالا بهذا الشكل هذا كنجي هنا كنجيب هذا العجين. فوالا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، وكنعاود نرجع هكا. كنجي هنا كنضغطو على هادو بالشكل هذا فوالا، وكنخليوها. ممكن ديروا جبن كيف كتشوفوا معايا. صافي كنحطوهم في الصينيه. نعاود معكم واحد اخرى. طبعا العجين ممكن ديروا تزينوه يعني بتشكلو يعني التشكيله اللي بغيتو. لاحظوا عجين صلصه الطماطم، نوريكم حشو اخر يعني بالجبن كيكون ساهل حتى هو، ممكن حتى هو ديريه. يعني هادو كيبقاو افكار بسيطه الواحد يقدر يديرهم بحال هكا الوجبه الكود ديال يعني مع الخمسه العشيه ستة العشيه. طبعا كناخذوا اصابع ديال الكفته، هذا راه كيبان لكم. كناخذوا الفلفل تفاعل شرائح ديال الفلفل. كيف شفتوا قلت لكم راه كيوجدوا سريعا. ممكن ديري الدفعي الا ما بغيتيش ديري التشكيله الاولى اللي درنا، ممكن ديريها بهذا الشكل هذا. شوفوا الفلفل هكا يعني هذه كتبقى تشكيله. طبعا ضروري تضغطي هنايا باش يتسد لينا. دونك عندنا دابا جوج تشكيلات هنا، لكن الاولى الثانيه كتخلفي يعني باش تعطي واحد المنظر. هنا نحطهم في الصينيه، ندوزو للحشوه الثانيه باش نوريكم عاد نكمل. الوغ بالنسبه للحشوه الثانيه عندي هنا جبن ابيض، يمكن تستعملوا اي جبن عندكم. عندي زعتر اللي فيه السمسم، ممكن طبعا تستعملوا الزعتر العادي. انا كنعطيكم افكار نتوما ديروا كل واحد اللي عنده. انا ضفت زيت الزيتون باش يعطينا واحد شويه طراوه لهذا الجبن، لان الجبن عندي فهو جبن ابيض طبيعي. فانا بهذا الشكل هذا. هذا بالنسبه يعني ممكن تستعملوه في الفطور هذا الفطاير. فوالا هنا حطيت الجبن بالطريقه هذه، نزيد الزعتر شطخ. انا كنجي نفس الطريقه كنحاول انني نسكر يعني هكا نسدو. هادو كيبقاو خفاف بالنسبه للناس اللي ما يبغوش مثلا كفته ولا هذا، ولا كيبقاو كفكره للصباح مع الفطور. انا دابا ناخذ وحده اخرى نصوبها من بعد صافي ندوزو باش نوريكم فين وندخلوهم يطيبو بالشكل هذا. الزعتر وكنضغطو، ما تنساوش ضروري تضغطو هنا باش تسد العجين بهذا الشكل هذا. فوالا عندي صفار بيضاء، غندير عليه واحد شويه صويا صوص او صلصه الصوجا باش نحيدو داك الصفار تعطينا واحد اللون. ممكن ديرو غير بطاقه هرس من الخل. فوالا غندهن بهم هاد الفطائر ولا المملحات. فوالا كيف كتشوفو معايا كندهنوا المملحات ديالنا غير العجين، كنحاولوا غير العجين كندهنوه بهذا الشكل هذا من هاد الاطراف. هادو ديال الجبن ندهنوا الجوانب اللي كتبان لينا فيهم العجين بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. نحاول انكم تضغطوا على العجين من هاد الاطراف. طبعا درت الصويا لان غتمشي لنا مع هذا الحشو هذا ديال الكفته اللي ما كاينش يدير قطرات من الخل مدهن به. فوالا هنا عندي الحبه السوداء ولا سانوج غنزينو بها هكا الوجه. طبعا كيبقى اختياري. عندي بودور شيا حتى هي ممكن نزين بها. وهنا ممكن هادو ديال الجبن نحطو عليهم زيتون اسود بالطريقه هادي شوفو. كنزولو العظم اولا تستعملو الزيتون اللي ما فيهش العظم، كنحطوها بهذيك الطريقه.
كتبقى افكار سهله. ممكن ديروا شويه سبانخ مع جبن. فوالا كندخلهم الفران حتى يطيب لنا العجين وياخذ واحد اللون ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. تا حبيباتي كيف كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائره ولا الملاحات السريع اللي صورنا. طبعا كيجيو رائعين، ما نقولش لكم العجينه راه بحال البيتزا. هذا ديال الجبن هائلين، ممكن تصيبوهم في الفطور. يعني هذا ديال الجبن اللي بحال الجبن ممكن تستعملوهم حتى للفطور كيف كتشوفوا في العجينه زعما ساخن. بغيت نوريكم زعما وحده. دونك هادو هما الافكار ديال اليوم، كنتمنى انها فريمون تعجبكم الوصفه وتجربوها. العجين كيجي رائع وخفيف وديت وهش مازال سخون. دونك هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تجربوها بالصحه والراحه. باي.